السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عايدة من قناة وصفة سعيدة، نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. وفي إطار حلويات العيد، عيد الأضحى، الله يوصلنا ويبلغنا إياكم هذا العيد بصحة وعافية يا رب. الحلوة الثانية كما وعدتكم بعد الحلوة الأولى ديال الغريبة ديال حبيبة الشوكولاتة، وغنديروا إن شاء الله الرحمن حلوة طبقات. ومن لا يعرف حلوة طبقات؟ حلوة سهلة اقتصادية وعريقة، حلوة ديال زمان. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تتبعوا معايا المقادير، غندير كميه جدا بسيطه ولكم مضاعفه المقادير اذا اردتم كيف تنقول دائما. بالنسبه للحلوه ديال الطبقات غادي نحتاجوا على بركه الله جوج بيضات صغارين صغارين، شفتوا قداش البيضه صغيره، جوج بيضات صغيورين. الا بغيتوا تضاعفوا المقادير غادي ديروا بطبيعه الحال 4 البيضات صغار او 3 البيضات كبار، نصف كاس ديال زيت المائده بقياس بطبيعه الحال كاس العنبه، نص كاس ديال السكر سنيدة قياس كاس العنبة، يعني هنا 75 مللتر وهنا 60 غرام. عندي كيس من بودرة الكاكاو الخام، كيس من سكر الفانيلا، 4 غرام من خميرة الحلويات البيكنج باودر او الخميرة الكيميائية، وبطبيعة الحال هي نصف الكيس. هنا عندي 300 غرام من الدقيق وكيبقى على حسب الخليط. وهنا عندي دائما كنخدموا هذه الحلوه بالمربى ديال المشمش، انا هذه المره غادي نخدمها بالمربى ديال التوت او مربى ديال الفريز او مربى الفراوله. هذا باش غندهن الطبقات في الوسط من يكون كنخدم، ومن بعد طبيعه الحال بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. انا شخصيا غادي نزينها بالجوز الهند المبشور وحبيبات الشوكولاته او الشعريه ديال الشوكولات. اذا جوج بيضات صغار، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، قبصه ديال الملح، كيس من الشوكولات غبره او معلقه كبيره من الشوكولات الكاكاو الخام، كيس من سكر الفانيلا، نصف كيس او 4 غرام من الخميره الكيميائيه خميره الحلويات، 300 غرام من الدقيق، وكميه من المربى او مربى بغيتو ديروا المشمش ماشي مشكل، اي مربى توفر عندكم لدهن الطبقات. هادو هما المقادير، ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. البنات كنجيبو بطبيعه الحال، بسم الله على بركه الله، كنجيبو القصريه ديالنا مباشره، كنوضع البيض، قبصه ديال الملحه، نصف كأس من السكر سنيدة، أو كنخدمهم، خدموها بيديكم البنات، أنا غير هكا زعما كنبغي نسهل عليا المأمورية، صافي، تقدرو تخدموها بيد، غنزيد السكر الفانيلا. باقي الحال البنات كنا غديرو شكيل راه توصلو، نص كاس ديال الزيت نباتيه. بزاف ديال البنات كيسولوني تيقولوا لي طريقه الاحتفاظ عايدة على الحلويات. شوف البنات بالنسبه، بسم الله دابا غادي نبدا نوضع بيض الدقيق، عاد نتكلم معكم، غنبداو نوضعو الدقيق بطبيعه الحال مغربل دقيق الفرن الممتاز للحلويات شيئا فشيئا. البنات كذب عليكم كذاب، جميع انواع الطرق ديال الاحتفال بالحلوى جربتهم، ولكن بحال انك ديريها في بواطا من الحديد راه ما كديرها بالشهاده ديال الحلويات الكبار، العيالات زعما اللي كيديروا الحلوى متخصصات فيها، راه ما كاينش البنات. وفعلا انا جربتها ما كاينش بحال ديريها حك ديال نيدو مثلا من تيخوا اللي تيكون فيه الحليب ديال الحديد، هذاك كيجي رائع. نستمر في اضافه الدقيق. البنات نصف كيس من خميره الحلويات، واو واو، ونزيد الطحين. ماما وي ماما، واو واو واو. البنات هذا هو شكل العجينه بعد ما ساليت. دابا غنقسمها، بغيتو ديروها على 4 ديال الاقسام غادي ديروا جوج بيضان وجوج طحني 4 طبقات، بغيتو ديروها على 3 طبقات غادي جوج بيضان وحده كحله، وين تيبقى لكم الاختيار. انا غادي نقسمها معكم، هذه غادي نخليها بيضه، هذه اللي غندير فيها الكحل، ندير فيها الشوكولاته.
البنات غنخوي عليها بودره ديال الشوكولاته وغادي نبدا كنخدم. غادي نبقى نخدم حتى كندخلو فيها مزيان داك الشوكولاط. العجينه ديالنا هي البنات هذه العجينه اللي باللون الاسود وهذه العجينه البيضاء. دابا غندوزو باش نشكلوهم. تقسمت الحلوه ديالي على أربعة كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل. هذا العجينه ديالي غادي نبدا كنطلق فيها معكم بالوحده بالوحده. غادي ندير شويه ديال الدقيق غير شويه ماشي بزاف وغادي نبدا. هنا راه ولا احمر ولا ابيض تنسالي ونضرب عليها بواحد الشفيفه فعلا تاعك صافي بسم الله. غادي نبدا كنطلق فيها بالمطلق بهذا الشكل هذا كتعطيوها بطبيعه الحال الشكل اللي بغيتو. انا درت كميه قليله كيف ما موالفين دائما البنات وانتم لكم مضاعفه الكميات. عرفتي كنطيب واحد القهوه يا البنات سلام تكون معايا ريحتها كتحمق. ها انتم غنستمر. البنات درت الطبقه الاولى اللي هي بيضة وغادي ندهنها بشويه ديال لا كونفيتور بحال هكا. نتوما بغيتو ديروا لا كونفيتور اخرى راه ممكن. الفرشاة ديالنا وكنتكوها باش ما كطلعنيناش لان فيها الخميره تبوق من جهه وتبقى من جهه. هكا وغادي نستمر. دابا غندير الطبقه الكحله. طلقت الكره الثانيه وضعناها البنات قديناها مزيان قدينا الجوانب تسكيناها بالفرشاة كيف العاده وعاوتاني غنديروا ليها لا كونفيتور وغادي نستمروا. غنديروا الطبقه البيضاء وكاين اللي الطبقه الاخرى كيبغي يحكها بالحكاكه ديال المطيشه الغليظه ممكن اللي ما بغاش يديرها هكا طبقه نتوما واللي حبيتو. غادي زدت هاد الطبقه الثالثه عاوتاني نفس الشيء غادي نتكها بهذا الشكل كتجي رائعه هاد البنات. كنظن راكم كتمشي شي واحد ما كاين شي واحد ما كيعرفهاش هاد الحلوه هادي ربما الجيل الجديد ديال وليداتنا هو اللي ما يكونش كيعرفها ما حنا والدينا كنديروها لينا بطبيعه الحال حتى بالصحه وطول العمر. عاوتاني نفس الشيء غادي نديرو لا كونفيتور غندهنو بها ونزيدو الطبقه الاخيره كحله. كيف قلت لكم هاد الطبقه الاخيره ممكن انكم تحكوها كوم ممكن ديروها عادي بحال الطبقه الاولين. ها هو هنا من بعد ما طلقتها بالمطلق صافي. دابا غادي ندير هاد الثقب باش ما تطلع ليش من شي جهه وجهه اخرى بحال هكا. كملت دابا أربعة ديال الطبقات وغادي ناخذ عاوتاني شويه ديال لا كونفيتور. دابا غير شويه ماشي بزاف لان بغيت نحكي عليها واحد شويه ديال غادي شويه ديال العجينه بقى ليا غادي نحكو من الفوق باش ما يبانليش ماشي كثير غير شويه تجي بحال الشكلاط. انا حاكين عليها الشكلاط. غادي ندخلها دابا طيب الفرن معتدل الحراره 180 درجه نخليها لو طون غادي طيب فيه ونخرجوا باش نزينوها. تكون معايا البنات على هاد الكويس ديال القهوه وهاد التغريبه اللي كنت صايبت معكم في الفيديو كتجي غزاله. دابا انا كنوجد واحد الحليوه اخرى و عييت ضرني راسي قلت بعدا هادي بلا سكر مع هاد الغريبه وعاد نكمل. البنات هادي هي الحلوه ديالنا من بعد ما خرجت من الفران كتجي على هاد الشكل هذا. غناخذ المربى ديالي وغندهنها ما حتى باقا يلا خرجات بحال هكا. وبطبيعه الحال نتوما تزين كيف قلت لكم دائما كيبقى اختياري زينوها باش ما بغيتو. كاين اللي كيزينها بمبشور ديال جوز الهند كاين اللي كيزينها بالكوك كاين اللي كيزينها بالكاوكاو كونكاسي لوز كونكاسي لوز افيلي الشعريه ديال الشوكولاط فيرميسيل. يعني تبقى لكم ديك الساعه كامل الاختيار في التزيين. من طبيعه الحال هنا تزيين كل واحد على حسب الرغبه ديالو. حتى ملي كنديروا لها التميشات الفوق كتجي زوينه كاين شي شكل ديالها زوين. من طبيعه الحال غنخليوها تبرد وغادي نقطعوها قطع يجيو زوينين
ومتناسقين هكا. بالنسبه للتزيين البنات فغادي نستعمل فيرميسيل شوكولا ونستعمل الكوك. وهنا راه دهنت الحلوه ديالي مزيان الكونفيتور، غنحيد هادشي باش تشوفوا هكا. كنتمنى الرؤيه تكون دابا واضحه عندكم. غادي نبدا ندير خطوط الكوك على هذا الشكل، وخطوط الفيرميسيل ديال الشوكولا. شوفوا البنات انا كنزين اعتباطيا، نتوما تزين تيبقى لكم نتوما كيفاش كتبغيوه. تقدر ترشيها كلها بالكوك وتهني راسك كاع من الصداع. تقدروا تخليوها غير هكذا ما تزيدوا عليها حتى حاجه، تقدروا تزيدوا الفيرميسيل الشوكولا. البنات ها هي الحلوه ديالنا من بعد ما زينتها بالفيرميسيل الشوكولا، كتجي رائعه يا البنات. دابا غادي نخليها، غادي ندوز باش نقطعها. بغيت نخليوها هكا نبقاو نعضوا ياك البنات، نخليوها هكا نبقاو نعضوا ياك، خليوها كبيره. لا خصها تقطع ديال لوزونج ولا مكعبات ولا مربعات مستطيلات اللي بغيتي. غنقطعها ديال لوزونج البنات، كتقطع بكل سهوله لانها فتيه من الداخل. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال طبقات، حلوه زمانيه رائعه من طراز الخارج. شي وحدين كيجيو مزيانين بالكوك، شي وحدين كيجيو مزيانين بالشعريه ديال الشوكولاط، كيجيو رائعين البنات. ها نتوما كتشوفوا الطبقات بعينيكم كيجيو غزالين، بيض كحل بيض كحل، وكتحكموا نتوما في اللون ديال الطبقات اللي بغيتوا العدد ديالها. ديك الساعه كيبقى اختياري كنقطعوهم دلوزونج، كيجيو رائعين البنات. تقدروا انكم ديروهم في كويرطات او تخليوهم غير هكا، كيتقدموا بشكل جيد وجميل. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ها نتوما شفتوا غير بجوج بيضات ونص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السكر، خرجنا كميه وفيره جدا من الحلوى. بنتي بغاتني نهزها سمحوا لي، كميه وفيره جدا من الحلوى. الى دوبلتوا المقادير غادي يعطيكم هذا في الدوبل. البنات بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي بعض المرات الحلوى كتقصح لهم، الا قصحت لكم الحلوى زيدوا شويه الزيت وزيدوا شويه ديال السكر في نفس الوقت. الا زدتوا الزيت زيدوا السكر، الا كانت الحلوى فيها الحليب زيدوا الحليب. الماده السائله اللي كتكون في الحلوى هي اللي تزيدوا البنات، وزيدوا معها دائما السكر. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يعجبكم. بزاف البنات سولوني في الفيديو السابق على الفيرميسيل، كان هو هذا فيرميسيل الشوكولات، هو هذا البنات ديكور اكل، كنشريه من بيما البنات. راه متواجد، الثمن ديالو رخيص شي 9 ولا 10 دراهم ما فايتهاش، فيه 200 غرام تقريبا 4 الى 50 غرام. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم، نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوها على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده وتكبر العائله. الله يخليكم، ما تنساوش ديروا البارطاج، البارطاج البنات البارطاج باش القناه تزيد تعرف وتزيد تعم الفائده على الجميع. شكرا لحسن الوفاء ديالكم والى اللقاء.